إذا راح يكون تحدثنا الضرر بقضية المناخات أستاذ أحمد، قبل قليل أنت قلت عبارة ملفتة للنظر وهي قد تكررت، أن هنالك ضعف للدور الإيراني بفعل مظلات وطنية قد تشكلت أو مراكز قوى قد تشكلت. هنا مركز القوى الذي تشكل بالضد من إيران، يعني بغض النظر عن كل المسميات، هو السيد الصدر الآن. مو الآن يعني أقدر أقول لك نعم، الصدر استطاع أن يوجد معادلة داخل البيت الشيعي ولم يوجدها داخل الوضع الوطني. لا، أنا أقصد التأثير الإيراني، ضعف التأثير الإيراني اصطدم هذه المرة بصلابة السيد مقتدى الصدر. خلي أشرح لك إياها. نعم، أنا أقول لك نعم، السيد الصدر وجد نوع من المعادلة لكنها لم تكن وطنية بحتة، كانت داخل الوضع الشيعي. هذا الانقسام اللي حصل داخل الوضع الشيعي نعم أثر نسبيا على الدور الإيراني، ولكنه انسحب على الكرد مثل ما فعلها البرزاني حين التقى قاآني، وأربيل دفع الثمن. نعم. ذلك أستاذ أحمد، أنا أقول لك نعم، خليني أكمل لك. قلت لك هو لم يكن ضمن الفرشة الوطنية، هو كان التوازن اللي تحدث عنه جنابك أو أثرته أنه الصدر استطاع، أقول لك نعم استطاع ضمن الوضع الشيعي يكون ضمن الوضع الوطني. وبدليل لذلك أنا عندما أتحدث أقول أنه الصدر حليف غير موثوق، يستطيع أن يغير وجهته بسرعة، هذه مشكلة في العمل السياسي، وهذه طبعا هذه غير مطمئنة. الآن ما هو موقف البارتي اللي تخاصم ويا الإطار اللي هم كانوا حلفاء، تدري حزب الدعوة وكذا وبدر هم حلفاء البرزاني تاريخيا، مو صحيح؟ وصل الصراع بيناتهم إلى كسر العظم، يوميا أربيل مدقوقة صواريخ. وأنا قلت لك الأدوات الإيرانية على الأرض العراقية موجودة وأصبحت معروفة، صواريخ هنا على السفارة الأمريكية معروف إيش هاي أدواتهم، أو يقتلوا لهم ناشطة واختيالات وسرقات وغيرها، هاي أدوات إيران في العراق، وهاي أدوات من يحمل ألوية مع الأسف شعارات رنانة المقاومة ومعروف إيش. أخي المقاومة ما تسوي هالشكل، المقاومة هي بالكلمة أكثر نظام كذاب في الكرة الأرضية والنظام في إيران. زين، ولذلك استخدم أدوات هؤلاء، الحقيقة هؤلاء اللي يعتبرها بطولة عنده من يقتل العراقيين من أجل مصلحة الحاج غائي، يعتبرها شرف إله، زين، لأنه هو ذن يكون فاقدا. فأنت سألتني أنه جت فرصة، نعم جت فرصة تاريخية، جت فرصة تاريخية، ولذلك سوف يمر عليهم يوما تاريخيا وهو قريب جدا.